بالنسبة للقاء اليوم الحصة بتاعه كان جزئين. الجزء الأول كانوا نعرف الفريق الوداد عنده ترسانة كبيرة بتاع التغيير، كنا ما نعرفوش حتى الفرقة اللي تنجم تلعب منها، شفنا صار فيها تغييرات، ولينا شفنا الفورماسيون اللي لعبت، شفنا في الدفاع فرنا خلل، حاولنا باش نستغلوه وضغطنا على الفريق ما خليناهش يلعب، حاولنا باش نوقفوا له نقاط قوته باش نكونوا متوازنين ونحاولوا نستغلوا معناتها الفرص والمساحات اللي باش يخليها الفريق. هذا كان اللي صار الشوط الاول. الشوط الثاني نفس الشيء، معناتها شفنا اللي كونوا الاستراتيجيه نتاعنا اللي عملناها ناجحه وماشيه، دونك كملنا في نفس السياق وكملنا طلعنا وشفنا اللي جاء الخطا الاول والخطا الثاني ومعناتها سجلنا معناتها جوج اهداف والحمد لله اللي معناتها كالعاده الحارس نتاعنا عملنا بينالتي كملنا معناتها ما قبلناش اهداف، هذه حاجه مهمه كنا نسجلوا ما نقبلوش اهداف. شكرا. ترى السؤال بالمناسبه نحبوا احنا الكل ترافير باسم معناتها اللاعبين نشكروا معناتها الجمهور اللي جا ونهديوا له الانتصار هذاك. حضرتك تحب ولا تكره شفت اللاعب كيفاش يجي معاه الجمهور نتاعو ويبدا يهز معاه يعمل جوانح، وشفنا معناتها الاجريسيفيتي وشفنا الجرينتا كما نقولوا نحن ولون في معناتها تحس اللي الفريق معناتها يعني اعطاه جوانح كورتوا لعبنا معناتها سافي فوازير تاني معناتها كاجور دونك مع فريق كبير وتحس اللي ما فماش معناتها غير كورتوا اللي فما تقريبا 70% من الفريق اللي لعب معناتها مباراه تويرجا هو اللي عاود لعب معناتها عملنا زوز تغييرات في الدفاع تغيير مستندين وفي النجوم ثلاثة تغييرات معناتها 70% من الفريق كان موجود بالرغم هذاك ما حسيناش تعني هذا دور الجمهور باش يعطي موتيفاسيون للنادي. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.